السلام عليكم. الحمد لله على كل حال. في جياسكا احنا كنا ديبلاصو معاك كانت لعبه على طايحه ماشي قبائل تاع السيربيس. الحمد لله يا رب. مقابله كانت يعني صعيبه على فريق شبه القبائل، وهذه تجربه اللي شبان هذو تاع الحمد لله يا ربي. احنا رحنا لا فينال وما كتبهاش ربي ان شاء الله، بالك العام الجاي ان شاء الله نسيو باش نلعبوا رابطه الابطال. والفرقه دارت زعما مباراه جميله، الله غالب، هذا هو الفوتبول. والحمد لله يا ربي، هذا الشبان شرفوا الجزائر يعني على كل حال. وميرغي قالوا الحمد لله يا ربي، هذه هي رابور كي يشوفوا هاد ليكيب راهي كاع جان، فهمني؟ ديجا كي طلعنا لا فينال سي تاع انجاز، فهمني؟ لا ان شاء الله يخلفوها لنا في الكوب دالجيري كوتر ماكرا ان شاء الله، وكاش ما يكلاصوا لنا دوزيام ولا يجيبوا لنا شامبيون بالك على ربي ان شاء الله. عقوبه العام الجاي ان شاء الله ما نزعفوا ما والو، عقوبه لا كوب دالجيري ان شاء الله ندوها. كوب دالجيري ان شاء الله، ومعليش العام الجاي ان شاء الله نعاودوا نلعبوا كوب دو كوف ونجيبوا الثامنه ان شاء الله. العاد العام معليش ما بغاتناش، معليش والله ما سمعتك. ما انا عجبني ما حمرون زعما مزيان، دخل حمرون بدل البارتيه. معليش معليش، بولا فيها خساره خساره. معليش العام الجاي ان شاء الله. خساره تاع اليوم جياسكا، دارت ماتش شباب. هذه هي لا فينال تجي كيما هكا، وان شاء الله نتمنوا لها خير ان شاء الله العوام اللي راهم جايين ان شاء الله. فيف جياسكا.